السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معيد النهاردة إن شاء الله تعالى محل وشرح ملحق كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 82، بورت سيد جوفرنوريت محافظة بورسعيد. نبدأ بسم الله. choose the correct answer from A, B, C, or D. complete the following dialogue. رانا اند نوها ار توكينج اباوت دكتور مشرفه، يعني نوها ورانا بيتكلموا عن دكتور ايه مشرفه. رانا بتقول له هاي نوها، اهلا نوها ومرحبا نوها. وات ار يو دوينج، ماذا تفعلين؟ فنوها قالت لها اي ام ريدينج ان نايس ارتكل، يعني انا اقرا مقاله لطيفه. فطبعا من الظاهر لازم تقول لها طبعا ماذا تكون عن، يبقى عندي هنا what is it about، ماذا تكون عن. الإجابة هتكون it's about، إنها عن دكتور مشرفة، إنها عن دكتور مشرفة a famous Egyptian scientist، إنها عن طبعا عالم مصري مشهور. it's about دكتور مشرفة a famous Egyptian scientist، يبقى what ما أو ماذا، وعند الفعل المساعد is نطلع بيه، و it فاعل، وعندي كلمة about وماذا تكون عن. what's what is it about أو what is it about، ماذا تكون عن. it's about دكتور مشرفة a famous Egyptian scientist، عالم مصري مشهور. بعد كده رانا سألت السؤال، ردت عليها طبعا نوها قالت as، لأنه هو could يمكنه solve بحل some difficult problems، بعض المشاكل الصعبة in math في الرياضيات and science والعلوم. طبعا هتقول لها لماذا هو كان، طبعا لماذا يكون مشهور، why is he famous، why is he famous، لماذا يكون مشهور. قالت لها طبعا as، لأنه he could استطاع أو يستطيع solve حل طبعا some difficult problems، بعض المشاكل الصعبة in math في الرياضيات and science والعلوم. رانت له what else does the article say، ماذا أيضا طبعا المقالة تقول. فردت عليها زميلتها قالت لها طبعا انها بتتكلم عن حاجة، قالت لها ايه it says، انها تقول he wrote، عن هو ألف أو كتب around 12 scientific books، هو ألف أو كتب عن طبعا حوالي 12 كتابا، كتب حوالي 12 أو ألف حوالي 12 كتابا علميا scientific books. يبقى تاني الحتة دي what else does the article say، هي بتقولي المقالة it says، إنها تقول he wrote، هو ألف أو كتب around 12 scientific books، عن كتب علمية حوالي 12 كتابا علميا. بعد كده عندي بيج 83 83، طبعا هنا بيقول لي it says، انها تقول he took part، هو شارك in the first world cup، في اول كاس عالم. لا it says هو lived، وعاش in a large house، المنزل الكبير في القاهرة. لا طبعا احنا قلنا ان هو هي بتقول عن هو it says he wrote around 12 scientific books، حوالي 12 كتابا ألفهم. بعد كده رانا قالت لها great، عظيم. do you think، هل تعتقدين he was smart، هل هو كان رائعا. طبعا الإجابة yes of course، نعم بالطبع. بعد كده رانا قالت لها we should do our best، احنا يجب ان احنا نبذل قصارى جهدنا to be، لكي نكون like him، مثله. فتقول لها طبعا انا اوافقك الرأي، بمعنى I completely agree، اوافقك الرأي. أما عندي not at all، لا على الإطلاق. you are welcome أو you're welcome، على الرحب والسعة. you're mistaken، يعني أنت مخطئ. يبقى طبعا هي بتقول لها إن إحنا يجب إن إحنا نبذل قصارى جهدنا عشان نكون مثله. بتقول لها أنا أوافقك الرأي، I completely agree. بعد كده choose the correct answer from A, B, C, or D. or any space a small area، منطقة صغيرة. of a town، من مدينة. وكمان or village أو قرية. and the people who live there، وكمان الناس الذين يعيشون هناك. block معناها طبعا كتلة. park حديقة. ways واحة neighborhood، اللي هو عندي الحي أو الجوار أو المكان الذي أسكن فيه. الإجابة الصحيحة. بعد كده number 2 means a learning ability، عدم القدرة على التعلم. which effects، التي تؤثر reading، على القراءة or writing أو الكتابة. difference، الاختلاف. discovery، الاكتشاف.
definitions التعريف هنا dyslexia معناها عسر القراءة أو صعوبة القراءة أو الكتابة. Number 3 my bag is the best يعني حقيبتي بتكون الأفضل في الكواليتي في الخامة، أما quantity معناها طبعا بيتكلم على كمية، بيتكلم على كمية، quality اللي هي طبعا عندنا الجودة، أما عندي height الارتفاع و color اللون، يبقى بيتكلم حقيبتي الأفضل في الجودة. The leather الجلد is very soft الجلد ناعم جدا. بعد كده عندي number 4 we can add the suffix يمكننا نضيف أن هي to make لصناعة أو عمل أو لتكوين الصفة من الفيرب create يبدع، هنحط لها الـ IVE بمعنى طبعا creative معناها مبدع تبقى صفة. السؤال number 5 the antonym عكس أو نقيض of the word كلمة peaceful آمن عكسها طبعا كلمة noisy صاخب أو مزعج، calm هادئ، slow بطيء، comfortable معناها مريح أو طبعا يعني أكثر راحة. Number 6 writing bad comments التعليقات أو كتابة التعليقات السيئة أونلاين عبر الإنترنت is form وشكل من أشكال السايبر بولينج اللي هي التنمر عبر الإنترنت أو التسلط عبر الإنترنت. أما المايندفولنس معناها الوعي، والهابينس السعادة، برايتنس معناها السطوع أي يكون شيء لامع يعني. Choose the correct answer أو correct form الشكل الصحيح في دوري الكلمات اللي بين الأقواس. Think about making your story a more space by adding adjectives الصفات and adverbs الأحوال أو الإيه طبعا عندنا الظروف. فكر في جعل قصتك interesting طبعا محتاج صفة على طول عشان دي بتوصف شيء طبعا شيء غير عاقل على طول، الشيء ده سبب الشعور بالتشويق يبقى هنا مثير للاهتمام، يعني فكر في جعل او عمل قصتك تكون اكثر مثير اثاره للاهتمام. انترست معناها طبعا هنا معنى مهتمه، وعندي انترستنجلي طبعا جي لا ينطق بشكل مشوق انترستنجلي، اما انترست معناها طبعا يهتم او ايه مهتم، يبقى عندي محتاج طبعا هنا صفة لـ interesting معناها بشكل يعني شكل مشوق أو يعني أكثر تشويقا أو أكثر طبعا إيه الاهتمام. فكر في جعل قصتك more interesting أكثر تشويقا أو مثيرة للاهتمام. بعد كده number 2 جانا space هنا abroad 3 times since she started her new job وظيفتها الجديدة. جانا أنا عندي هنا في رابط بين اللي هو since طبعا بمعنى منذ، طبعا ده since بتربط بين الماضي البسيط والمضارع التام، عندي المبني طبعا عندي ماضي بسيط started هنا طبعا ده في الماضي البسيط، الناحية التانية هيكون ماضي مضارع تام عذرا يبقى الفاعل مفرد have has زائد التصريف التالت يبقى جانا has traveled سافرت أبرود للخارج 3 times 3 مرات since منذ بداية الحدث أهو since she started her new job عندما بدأت وظيفتها أو عملها الجديد. يبقى إذا عندي أبص هنا عندي since بتربط بين الماضي البسيط والمضارع التام على طول الفاعل المفرد have has فاعل المفرد هيبقى has على طول. Number 3 before the internet يبقى الكلام في الماضي before قبل الإنترنت ويبقى had to معناها الكلام ده كلته ان احنا طبعا كان علينا او اضطرينا find نجد all كل our information معلوماتنا في inbox في الكتب، يبقى نجد كل معلوماتنا في الكتب، كان علينا ان نجد كل المعلومات بتاعتنا في الكتب، ده الكلام في الماضي يبقى had to على طول اضطررنا او كان يجب علينا. السؤال نمبر 4 the next bus to أسوان القطار التالي أو الباص التالي أو الحافلة التالية لأسوان طبعا دي مواعيد في المضارع البسيط at 9 p.m. في التاسعة مساء، هنا عندي p.m. tonight يبقى هنا على طول هنختار على طول leaves على طول بمعنى يغادر، يبقى نختار leaves لأن الفاعل مفرد على طول، يبقى القطار أو الحافلة القادمة إلى أسوان ليفز تغادر في التاسعة بي ام على طول، الإجابة الصحيحة عندي هنا بمعنى ليفز.
يبقى ليل طبعا عندي هنا مساء الليلة، يبقى دي مواعيد ثابتة في الـ present simple الفعل المفرد بفعل يس على طول بمعنى يغادر. بعد كده عندي بيج 84 84 will you read the following tickets and answer the question، ويقرأ التالي أو النص التالي ثم يجمع الأسئلة. if you visit Japan لو أنت زرت اليابان، أو إذا زرت اليابان you can choose to travel around the country by Shinkansen train. يعني إذا أردت طبعا السفر إلى اليابان أو زرت اليابان يمكنك اختيار السفر إلى أنحاء الإيه؟ يمكنك اختيار السفر إلى أنحاء البلاد بواسطة طبعا قطار شينكنسن. كمان these high speed trains connected أو connect the main cities of Japan. بيقول لي كمان تربط هذه القطارات connected هنا القطارات دي فائقة السرعة اللي هي the high, these high speed trains بتربط بين الايه the city the main cities المدن الرئيسية of Japan في اليابان. واللي كمان they are called bullet trains وهي تسمى قطارات الطلقة أو الرصاصة because they go to go very fast لأنها طبعا بتسير بسرعة فائقة جدا and they have pointy أو point pointy noises وكمان لديها أنوف مدببة like مثل a bullet مثل الرصاصة. هذه القطارات يطلق عليها طبعا قطارات الرصاصة لأنها طبعا تسير طبعا بسرعة كبيرة جدا ولها إيه أنوف مدببة مثل الرصاصة. نخش على المقطع الثاني بيقول لي bullet trains قطارات الطلقة أو الرصاصة are good way طريقة كمان جيدة أو رائعة to travel for many reasons besides. يعني قطارات الطلقة دي هي طريقة جيدة للسفر وكمان لأسباب عديدة، الأسباب العديدة عندي for many reasons أسباب عديدة besides إلى جانب their speed يعني إلى جانب سرعتها. They are very punctual كمان هي هذه القطارات بتكون إلى كمان جانب السرعة فهي دقيقة جدا. يبقى هنا punctual معناها إيه؟ دقيقة جدا في often غالبا في leaving في المغادرة on time في الوقت المحدد to the second إلى الثانية. القطارات دي بتكون كمان إن هي دقيقة جدا في مواعيدها وغالبا ما تغادر في الوقت المحدد للثانية للثانية الواحدة يعني. They are also comfortable وكمان كمان جدا مريحة جدا all seats كل المقاعد face forward هذه المقاعد أو كل المقاعد موجهة للأمام كل المقاعد موجهة للأمام forward and there is much leg room وكمان يوجد مساحة للإيه كبيرة للساق أو للرجل يعني most importantly وكمان بيقول لي الأهم من ذلك most importantly they are very safe أمينة جدا as لأنها there are rarely نادرا any accidents كمان نادرا ما طبعا إيه تحدث حادثة يعني أو حوادث. بقول لي the only downside the only downside الجانب السلبي فقط يبقى هنا كلمة الجانب السلبي فقط هو إيه two bullet trains لقطارات الطلقة أو الرصاصة is that they are expensive غالية جدا أتيك التذكرة كان ممكن تكلف cost almost تقريبا as much as a plane ticket زي تمن إيه بتكلف نفس تمن إيه هي باهظة الثمن أو يعني غالية الثمن لأن التذكرة دي كمان ممكن تكلف تقريبا حوالي نفس إيه نفس كمية أو سعر تذكرة الطيارة أو نفس ثمن الطيارة. بقول لي كمان however مع ذلك if you fly لو انت عايز تطير او تركب طيارة يعني you will سوف land تهبط at the an airport او airport عذرا في مطار outside خارج الايه خارج المدن train station محطات القطارات او محطات القطارات are in the middle of cities كمان بتكون في منتصف الايه المدينة this means هذا معناه that ان it's often غالبا easier to take a bullet train instead of flying يعني ده غالبا من السهل ان تاخد البوليت ترين بدلا من الطيران لانها هي في منتصف المدينه فمن السهل عليك ان تركب البوليت ترين because you will arrive exactly كمان ان انت سوف طبعا ايه
سوف تصل تماما بالضبط exactly حيث you وطبعا want to be أن تكون. السؤال الأول بيقول لي as used كما هو مستخدم in the final paragraph في البراجراف الأخير the word كلمة down side اللي احنا قلنا عليها الجانب السلبي most nearly تقريبا تقريبا احنا قلنا هذه الايه تقريبا او في معظم الاحيان بتكون nearly means معناها اللي هي طبعا عندي كلمة problem مشكلة اما ال good point اللي هي النقطة او النقطة الجيدة facility اللي هي عندي طبعا التسهيلات او المرفق عذرا وهابت العادة يبقى كما هو استخدم في الباراجراف الاخير كلمة داون سايد اللي هي بتعني احنا قلنا هذه الكلمة اللي بتعني ايه الجانب السلبي الجانب السلبي يبقى مشكلة نمبر 2 these trains are called هذه القطارات تسمى bullet trains يعني قطارات الطلقة because of their طبعا speed and shape الشكل طبعا بتاعها مدبب وكمان السرعة بتاعتها this passage is most likely written for space بيقول لي كمان هذه القطارات يعني او القطعة عامة is most likely هذه القطعة عامة بتتحدث عن الايه يبقى طبعا بتتكلم عن تورست السياح الذين يسافرون الى اليابان يبقى تاني الحتة دي برضو this passage هذه القطعة وهذا المقطع is most likely على likely معناها هنا الأرجح الأرجح أو المحتمل written كتبت طبعا for إيه للتورست السياح الذين طبعا الذين يسافرون توجبا إلى اليابان بعد كده السؤال عذرا طيب بعد كده نمبر 4 نمبر 4 بيقول لي why are bullet trains comfortable ليه قطارات الطلقة أو الرصاصة مريحة جدا هنشوف طبعا من يبقى ممكن نقول the bullet train أو ممكن مثلا ليه مريحة نقول because السبب يعني because أو because all يعني كل the seats المقاعد face تواجه فور وورد فورورد معناها طبعا مواجهة للأمام and كمان ايه بقى is and is much leg room كمان في مساحة لإيه للساق أو للرجل دي كمان مواجهة للأمام وكمان لها ايه and is much leg room وكمان في مساحة لي طبعا للرجل أو لأن طبعا تترك الرجل في راحتها because all seats face were forward and is much leg room في مساحة للرجل أو القدم أو الساق بعد كده السؤال نمبر 5 would you هل سوف أنت طبعا هل تود أو هل سوف تختار choose to travel أنت تسافر باي بلين بالطائرة or bullet train أو بطريقة قطار الطلقة أو الرصاصة why هنقول bullet trains as it's in the middle of the city لأنه بيكون في منتصف المدينة عشان نريح نفسي خلاص لأن طبعا من السهل إن أنت تسافر إلى وسط المدينة بالbullet train أما القطارات الطائرات بتكون المطارات بتاعتها خارج المدينة وإجابة تانية ممكن نقول if I wanted to get a city center لو أنت أردت أن تصل إلى وسط المدينة quickly بسرعة and عندي comfortably بسرعة طبعا وبراحة أو بأكثر راحة and was willing معناها كمان وكان عليك willing معناها الاستعداد to pay extra إن أنت تدفع أكتر I would أنا سوف يعني أو أنا أود choose اختار to take ان انا اخذ a bullet train قطار الطلقة طيب والراي الثاني مثلا لو انت مش عايز تاخد قطار الطلقة قول if I wanted لو انا اردت to save money لو اردت ان اوفر فلوس and time والوقت and didn't mind ولا امانع الرايم في الوصول outside the city center خارج الايه وسط المدينة يبقى I would انا اود choose اختار to take a plane اخذ الطيارة
اخر حاجة عندي في 8484 summarize على لقد the third paragraph الباراجراف الثالث of the passage من القطاع اول body trains are expensive هي غالية الايه الثمن جدا وممكن نكمل ونقول but غالية but they نعمل طبعا هنا كوما قبل البط يبقى بط they are لأنهم comfortable لأنها مريحة يبقى they are comfortable مريحة وكمان ايه they are وهم غالبا often أو often عذرا إن في حرف التي طبعا often غالبا easier بتكون أسهل نكمل بقى ونقول مثلا ايه to take ان انت تأخذ instead of flying بدل من الطيران غالبا من الأسهل إن أنت تاخدها إيه بدل من الطيران هي غالية ولكن طبعا they are often غالبا easier من السهل عليك إن أنت إيه طبعا instead أو مثلا easier ممكن نكمل ونقول easier to take instead of flying إن أنت تاخدها بدلا من إيه الطيران وركوب الطيارة. بعد كده عندي بيج 85 85 بيقول لي read and complete the text نقرا ونكمل النص بالكلمات with words from the following list من قائمة ال achieve معناها طبعا هنا الإنجاز we becomes معناها طبعا يصبح became أصبح كلام في الماضي challenge معناها تحدي بيقول لي هبة is from poor family هي من عائلة فقيرة كمان she was five يعني كانت في الخامسة when she عندما طبعا ايه أصبحت يبقى became أصبحت blind اللي هي مكفوفة أو من طبعا this was a big هذا كان ايه بقى for her كان طبعا عندها challenge number two اللي هو تحدي for her لها when she joined عندما انضمت أو يعني التحقت a school children بمطفل عذرا بمدرسة أطفال who الذين weren't blind طبعا لم يكونوا من المكفوفين they learned تعلمت about her problems عن مشاكلها she learned to depended يعني كمان هي برضو معناها يعني ان هي وثقت او يعني طبعا شيل اعتمدت يعني she learned to depend ان هي اعتمدت on herself على نفسها she learned تعلمت ان هي ان تعتمد depend معناها هنا تعتمد depend on او تثق فيها طبعا herself بنفسها now الان she helps people بتساعد الناس with special needs طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين this story teaches us هذه القصة علمتنا that if we لو احنا طبعا want to succeed أردنا أن ننجح we can طبعا يمكننا إن احنا نعمل achieve إن احنا نحقق our goals أهدافنا يبقى أنا عندنا أول حاجة إن هي كانت من عيلة فقيرة كمان أصبحت became blind هذا كانت مشكلة كانت تحدي this was a big challenge وفي آخر حاجة عندي we can يمكننا إن احنا طبعا achieve نحقق أو ننجز our goals أهدافنا آخر حاجة عندي في number 6 write 110 words on the following paragraph how can we help our community إزاي طبعا إن احنا يمكننا تحقيق طبعا أو مساعدة كيف يمكننا مساعدة مجتمعنا ده موجود على القناة كده ممكن وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى يا رب الفيديو نال إعجابكم وشكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.